بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن هذا الدرس القصير طب المعلومات. طب المعلومات هو علم جديد نحاول اكتشافه من القرآن الكريم. في هذا العلم يتحول كل شيء إلى معلومات، فكل مرض ومعلومة وكل خلية معلومات فيها معلومات محددة، وفي الماء أيضا معلومات أودعها الله، وكل نبات هناك أيضا معلومات أيضا، كذلك في كل مادة خلقها الله أودع فيها معلومات، وجميع هذه المعلومات تسير بنظام محكم أشبه ببرنامج الكمبيوتر الكوني. وعلى هذا الأساس فإن الشفاء يتم بعد معرفة نوع الخلل الذي أصاب معلومات الخلايا، أي نوع من الأمراض، والبحث عن المعلومات المناسبة في الطبيعة، أي البحث على الدواء. وفي ظل هذه الرؤية فأن كل داء له دواء، هذا ما حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه الدواء، طبعا إلا الموت، والله أعلم.